بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالاً لمحاضرات القانون التجاري المصري، نبدأ محاضرة اليوم بالقسم الثالث والمخصص لدراسة الأوراق التجارية، ونخصص محاضرة اليوم للكمبيالة باعتبارها واحدة من أهم الأوراق المالية التجارية. تعرف الكمبيالة بأنها أمر صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع يعني الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع، هذا الأمر هو الدفع، مبلغ معين إلى شخص ثالث أو معين يسمى المستفيد. إذن تعرف الكمبيالة بأنها أمر صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. من هذا التعريف يتضح لنا أن أطراف الكمبيالة هم ثلاث أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. الساحب هو الشخص مصدر الكمبيالة، ويكون شخصا طبيعيا أو قد يكون شخصا معنويا كشركة أو جمعية أو على شاكلتها. وبالتالي فالساحب وفقا للتعريف السابق شخصا مدينا للمستفيد في الكمبيالة، هو شخص مدين للمستفيد في الكمبيالة، يعني المستفيد ده عاوز مبلغ مالي اللي هي القيمة المالية المنصوص عليها في الكمبيالة من هذا الشخص الساحب. ودائنا بالنسبة للمسحوب عليه، أما المسحوب عليه فهو مدين في الكمبيالة للساحب. المسحوب عليه أو الشخص اللي هيقوم بسداد القيمة اللي موجودة في الكمبيالة للطرف الثالث اللي هو المستفيد، ده بيكون مدين في الكمبيالة لمين؟ للساحب اللي هو مصدر الرسالة أو اللي قام بتحرير الكمبيالة. وتعتبر الكمبيالة علاقة مالية بين الساحب والمسحوب عليه، وتسمى مقابل الوفاء. يعني الطرفين الأول اللي هو الساحب والمسحوب عليه، والطرف المستفيد اللي هو الطرف الثالث. الكمبيالة بتعتبر علاقة مالية بين الساحب والمسحوب عليه، وتسمى مقابل الوفاء. أما المستفيد في الكمبيالة فهو يعتبر دائن بالنسبة للساحب، والعلاقة بين الساحب والمستفيد، الساحب اللي هو الطرف الأول والمستفيد اللي هو الطرف الثالث، تسمى وصول القيمة. يعني خلاص القيمة تمام اتنفذت، وتم دفع المبلغ بمعرفة أو اللي قام به المسحوب عليه، وأوصل هذا المبلغ أو أوفاه إلى المستفيد. يبقى كده العملية تعتبر إنها حصل فيها عملية وصول القيمة. فالكمبيالة وفقا للتعريف السابق هي أداة لتنفيذ التزام أو عقد صرف مالي ينشأ بين الساحب والمستفيد زي ما قلنا، وهي في مجملها أداة لتنفيذ التزامات مالية في ذمة الأطراف الثلاثة: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. والكمبيالة كتصرف قانوني لابد وأن يتوافر فيها شروط موضوعية وأخرى شكلية حتى ترتب آثارها القانونية. وبالتالي في حال التخلف أي شرط من تلك الشروط كما سوف نوضح لاحقا، فإن البطلان سوف يكون أثرا قانونيا مترتبا على تخلف أي من الشروط سواء الموضوعية أو الشكلية. والشروط الموضوعية هي تلك الشروط الواجب توافرها لصحة الالتزام موضوع الكمبيالة، وهي الرضا والمحل والسبب. كذلك هناك شرط جوهري يجب أن يتوافر في أشخاص الكمبيالة، وهي الأهلية. يبقى لازم أننا عندي هذه الشروط يجب أن تتوافر جميعها في أشخاص أو أطراف الكمبيالة اللي هو الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. كذلك الشخص مظهر الكمبيالة، الشخص اللي بيقوم بعملية إن أنا أقوم بعملية مظهر الكمبيالة أو اللي بيقوم بتظهيرها، يعني بيخلي فيه مستفيد آخر غير المستفيد الأساسي فيها، بيضيف لها مستفيد تاني، وده اللي هنعرفه بعد كده إن هو اسمه عملية التداول. فإن مظهر الكمبيالة هذا لابد وأن تتوافر فيه
كذلك شرط الأهلية. وليه؟ لأنه هو بيعتبر ضامن للوفاء أو قيمة الكمبيالة إذا ما امتنع المدين الأصلي عن الوفاء بالالتزام المالي. ونؤكد هنا أن أركان الالتزام وهي الرضا والمحل والسبب تخضع جميعا لأحكام العامة للقانون المدني. وبالتالي فلو انعدم ركن من هذه الأركان الثلاثة كان الالتزام باطلا. يبقى نخلص من ذلك أن الرضا والمحل والسبب هي شروط موضوعية واجبة في صحة الكمبيالة وصحة تداولها. نضيف لها إيه؟ نضيف لها شرط الأهلية. أهلية يجب أن يتوافر الأهلية في الأشخاص الثلاثة الموقعين على الكمبيالة أو أطراف الكمبيالة. فإذا شاب إرادة الساحب عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإكراه، فإن التزامه يقع قابلا للبطلان. وهذا البطلان ينصرف إلى التزام الساحب تجاه المستفيد، ولكنه لا ينصرف إلى المظهر إليه. بمعنى إذا شاب إرادة الساحب اللي هو بيقوم بتحرير الكمبيالة عيب من عيوب اللي احنا قلنا عليها الرضا والغلط أو التدليس أو الإكراه، فإن التزامه ده بسداد المبلغ النقدي بيكون باطل. ليه؟ لأن هذا البطلان بينصرف فقط إلى التزام الساحب تجاه المستفيد، لكن لا ينصرف إلى المظهر إليه إلا إذا كان سيء النية. ففي حال تظهير الكمبيالة فإن الساحب يوفي بقيمتها إلى المظهر إليه أو الحامل، ثم يرجع على المستفيد الأول. بالنسبة بقى للشرط الثاني اللي هو المحل، فهنا يقصد به محل الالتزام. وفي كل الأحوال يجب أن يكون المحل الالتزام في الكمبيالة مبلغ من النقود. يبقى إذن الكمبيالة تم تحريرها لوفاء بقيمة مبلغ نقدي وليس غير المبلغ النقدي. يبقى يقصد هنا بمحل الالتزام في كل الأحوال مبالغ نقدية، وإلا فقدت الكمبيالة قيمتها كورقة تجارية مالية صحيحة. فهي ورقة مالية لأن طبعا قيمة الوفاء فيها بوفاء نقدي، بيبقى وفاء نقدي. طب لما يبقى وفاء نقدي يبقى ورقة المالية هنا نستفيد بها إيه؟ إنها بتكون هنا قابلة للتداول، تعتبر بدل النقدي، تعتبر لها قيمة نقدية يمكن لها أن تتداول في السوق. كما يجب أن تتوافر الشروط ويكون سبب الالتزام المالي الوارد في الكمبيالة مشروعا. يبقى لازم ان انا هنا بالنسبة لمحل الالتزام في الكمبيالة يجب ان يكون هذا الالتزام النقدي مشروعا، والا يكون مخالفا للنظام العام، والا يعتبر هنا هذا الالتزام يعتبر التزام باطل. كما انه يجب ان يشترط بلوغ مصدر الكمبيالة السن القانونية اللي هي قلنا عليها ايه؟ الاهلية. واحنا الأهلية الأداء المعاملات التجارية في مصر ببلوغ سن 21 سنة. وإذا كان القائم في هذه العملية لم يبلغ سن 21 سنة أو السن القانونية فيعتبر إنه هو غير أهل لممارسة هذا العمل التجاري أو التوقيع على الكمبيالة. يبقى إذن إنه يجب أن يشترط بلوغ مصدر الكمبيالة السن القانونية وببلوغه 21 سنة، وإلا يشوب أهليته أي عيب من عيوب اكتمال الأهلية، زي إيه؟ زي السفه، زي الغفلة، زي الجنون وغيرها. يبقى إذن الأصل أن تكون تلك الالتزامات صادرة من شخص اللي هو الساحب، يكون مكتمل الأهلية إن هو يقوم بتحرير الكمبيالة ويقوم بعملية التعاقد. فكل شخص سواء كان تاجرا أو غير تاجر، متى توفرت لديه الأهلية القانونية يستطيع التعامل بالأوراق
التجارية. وإذا كان الساحب شخصا معنويا فيجب أن يكون الموقع على الكمبيالة مفوضا صحيحا في التوقيع. فإذا كان ممثلا للشخص المعنوي نرى مما ذكرناه أن المشرع التجاري لم يخرج على القاعدة العامة في الأهلية وهو بصلت أهلية الموقع على الكمبيالة إلا بالنسبة لأهلية القصر وعديمي الأهلية. ليه بقى؟ لأن هنا بالنسبة للقاصر بيعتبر ناقص الأهلية، لم ما بلغش السن القانوني، وبالتالي تكون كل تصرفاته تعتبر تصرفات صادرة من ناقص الأهلية. يبقى إذن كل تصرفاته هنا تعتبر قابلة للإبطال. ويجب أن نفرق هنا بين القاصر المأذون له بممارسة العمل التجاري والذي بلغ 18 عاما دون 21، يعني هو عنده، تعرفين طبعا احنا قلنا قبل كده في محاضرتنا ان في المستثمر الاجنبي اللي بيكون مأذون له انه ممارسة العمل التجاري في بلده الذي يحمل جنسيتها بعد بلوغه 18 عاما من حقه ان هو يقوم بأعمال تجارية في مصر بشرط ان هو يحصل على اذن من المحكمة. في هذه الحالة كل التزاماته تعتبر صحيحة والتوقيع على الكمبيالة صحيح رغم عدم بلوغه سن 21، ولكن في حدود الإذن الصادر من المحكمة. يعني هو حصل على إذن من المحكمة بممارسة هذا المزاولة هذا النشاط، يبقى إذن من خلال هذا الإذن يجوز له القيام بتصرفات استخدام أو استغلال الأوراق المالية في تعاملاته أو في تداولها. أما عديم الأهلية فتقضي القواعد العامة بحقه في التمسك ببطلان التصرف سواء هو نفسه أو أي شخص آخر، لأن تصرفات عديم الأهلية بتعتبر كلها باطلة. وهننوه هنا عن موضوع صغير، نحن نقول إن في تحديد أهلية الشخص في قانون الدولة اللي بينتمي إليها بجنسيته، إذا كان قانون جنسيته بيعتبره كامل الأهلية اعتبر كذلك في ظل أحكام القانون المصري حتى ولو كان يعتبر قاصرا وفقا لأحكامه. يعني بالإضافة لأنه مأذون له، لو هو بلغ سن 18 سنة ووفقا لقانون بلده أو وفقا لجنسيته بيعتبر كامل الأهلية في القانون المصري، أقر بأنه هو يمارس برضو أعماله التجارية معتبرا أنه كامل الأهلية. دي بإيجاز كده الشروط الموضوعية، وهنتكلم حاليا عن الشروط الشكلية. الشروط الشكلية بيقصد بها تلك البيانات التي تطلب المشرع توافرها في الكمبيالة، وهي الشروط التي تطلبها حتى تكتسب الكمبيالة صفة الأوراق المالية. وبالتالي فالشروط الشكلية هي تلك البيانات التي وردت في المادة 379 من قانون التجارة الجديد، وهي 7 شروط نذكرهم فيما يلي. 1، كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصق وباللغة التي كتب بها. يعني ايه؟ يعني انا بكتب في ورقة الكمبيالة، باجي في نص الصفحة من فوق اللي هو بنسميه في المتن، وبنقوم كاتبين بنفس لغة الكمبيالة كلمة كمبيالة. يعني اللغة العربية لو هي لغة الكمبيالة بكتب كلمة كمبيالة باللغة العربية في متن الصق من أعلى. 2، أمر غير معلق على شرط. أمر غير معلق على شرط، ده الشرط الثاني في الشروط الشكلية. أمر غير معلق على شرط، يعني ما بشترطش حاجة في نفاذ هذا الأمر. يعني ما بقولش لو عمل كذا اديله فلوس او سدله، لا. يبقى تاني شرط امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، بوفاء مبلغ معين من النقود. 3، اسم من يلزمه الوفاء، اسم من يلزمه الوفاء اللي هو المسحوب عليه. 4، ميعاد الاستحقاق، ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء. 5، اسم من يجب الوفاء له أو لأمره
اللي هو كده يعتبر مين؟ يعتبر المستفيد. 6 تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة، تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة. 7 توقيع من أصدر الكمبيالة اللي هو مين؟ اللي هو الساحب على نحو مقروء. دي 7 شروط اللي المفروض انها تكون واردة في سياق او في شكل الورقة المالية اللي هي الكمبيالة. نبدأ نتكلم كده ونتحدث عن شرط شرط. الساحب هو الشخص المدين المستفيد في الكمبيالة، والساحب يعتبر من البيانات الإلزامية، فبدون الساحب لا تنشأ الكمبيالة فهو المنشئ لها. يبقى الساحب طبعا هو المنشئ لها، كما لا يشترط أن يكون الساحب تاجر أو أن تكون الكمبيالة محررة بمناسبة عملية تجارية، ويشترط أن يوقع الساحب على الكمبيالة كتابة أو عن طريق بصمة الإصبع أو عن طريق خاتمه يعني. شرط أن يكون التوقيع إيه؟ مقروء. وإذا تعدد الساحبون فيجب أن يوقع كل منهم على الكمبيالة، ويجوز للساحب أن يثبت غيره في سحب الكمبيالة. يبقى هو هي إن أنا النهاردة هذا الساحب هو أساس الكمبيالة، هو اللي قام بتحرير الكمبيالة، هو صاحب الأداء الحق، يعني هو اللي هيقوم بأن أنا هوفي الحق عن طريق هذه الكمبيالة للغير اللي هو المستفيد. ولازم أن أنا النهاردة يستخدم توقيعه أو أنه يستخدم بصمة إصبعه أو له لو له ختم بيستخدمه، بشرط أن يكون هذا البيانات دي مقروءة. طب إذا تعدد الساحبون يجب أن يوقع كل منهم على الكمبيالة، ويجوز للساحب أن ينيب غيره في سحب الكمبيالة. وفي هذه الحالة تؤول كل الآثار المترتبة على ذلك إلى الساحب الأصيل وليس إلى من فوضه في إصدار الكمبيالة، كحالة الوكلاء المفوضين في الإدارة. كما يجب أن يبين مصدر الكمبيالة صفته كنائب أو ممثل أو وكيل عن الساحب في الكمبيالة. وقد يطلب الساحب من شخص آخر إصدار الكمبيالة لحسابه دون أن يظهر الساحب الأصلي في التعاقد، يعني بيعتبر أنه هو مستتر، فبيقول له اصدر كمبيالة باسمك، وبتكون هذا يبقى في ده متعارف عليه بينه وبين المستفيد. زي ان انا بكلف يعني في الوكالة بالعمولة، ممكن اكلف الوكيل بتاعي ان هو يقوم بسحب كمبيالة، ما هو انا في وكالة، عقد وكالة بيني وبين مكتب او بيني وبين محامي او بيني وبين مندوب تجاري، من حقي ان انا افوض هذا الوكيل، والوكيل ده طبعا بيبقى وكالة بالعمولة، بيبقى عن طريق عقد وكالة بالعمولة، ان هو يقوم بعملية سحب للكمبيالة وباسمه. بعد ما خلصنا الساحب هنتكلم في المسحوب عليه. المسحوب عليه بيعتبر زي ما قلنا هو مدين الساحب، ويشترط ان يكون اسمه واضحا، وكذا يذكر عنوانه بطريقة واضحة بحيث يمكن للمستفيد ان يتوجه اليه في معاد الاستحقاق للحصول منه على الالتزام المالي المذكور في الكمبيالة. وقد يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه، وقد نصت المادة 381 من قانون التجارة بأنه يجوز سحب الكمبيالة على الساحب نفسه. وهنا لا تتضمن بقى الكمبيالة، هنا لها عبارة عن فيها طرفين، الساحب والمستفيد. الساحب والمستفيد مفيش مسحوب عليه. الساحب هنا يعتبر هو ان انا هو المسحوب عليه اللي هذه الكمبيالة، كما قد يكون المسحوب عليه اكثر من واحد، وفي هذه الحالة يكون المسحوب عليهم جميعا متضامنون في الوفاء بقيمة الكمبيالة متى وقعوا عليها جميعا بالقبول. الطرف الثالث أو الشخص الثالث اللي المفروض إن هو يكون في الكمبيالة هو الشخص المستفيد،
الشخص المستفيد ده طبعا بيعتبر دائن بالنسبة للساحب. واشترط المشرع أن تشتمل الكمبيالة على اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، واشترط فيه أن يكون شخصا محددا بطريقة نافية للجهالة. والمعتاد هنا أن يكون هذا المستفيد شخص آخر غير الساحب، ولكن قد يكون المستفيد هو نفسه الساحب في الكمبيالة. يعني الراجل الساحب قام بسحب هذه الكمبيالة أو بتحريرها، والمستفيد فيها هو نفسه، بس هنلاقي هنا هو إنها بتحتوي برضو على طرفين. هنا يعتبر بقى مين؟ يعتبر الساحب والمسحوب عليه، بس هنا بتخرج خارج نطاق المسمى، ما بتعتبرش اسمها كمبيالة، بتعتبر اسمها السند لإذن. بالإضافة إلى ما تم ذكره، هناك بيانات أخرى متعلقة بموضوع الكمبيالة. زي إيه؟ عندنا ثلاث عناوين رئيسية في البيانات المتعلقة بموضوع الكمبيالة، زي تاريخ مثلا ومكان إصدار الكمبيالة. تاريخ الإصدار بيعتبر من البيانات الإلزامية واللازمة التي يتطلب المشرع ذكرها في الكمبيالة، ويشترط ألا تتضمن الكمبيالة أكثر من تاريخ إصدار واحد، حيث أن تاريخ الإصدار يرتب آثارا قانونية هامة، منها أنه في هذا التاريخ يمكن معرفة أهلية مصدر الكمبيالة، وهل هي مكتملة أو ناقصة اللي هي بالنسبة للأهلية وقت تحرير الكمبيالة. أما مكان الإصدار كذلك، فقد نص المشرع على ضرورة استكمال الكمبيالة بإثبات وقيد وتعريف مكان الإصدار، حيث يحدد المكان بيحدد إيه؟ هيحدد القانون الخاضع له صاحب الكمبيالة. أما بالنسبة لتاريخ الاستحقاق فهو تاريخ الوفاء، ويشترط أن يكون محددا بطريقة واضحة، وهو يعتبر تاريخ سداد قيمة الكمبيالة أو سداد المبلغ المسبوق في الكمبيالة أو مبلغ محل الكمبيالة، وهو التاريخ الذي تنتهي عنده حياة الكمبيالة كورقة تجارية تخضع لعمليات التداول. ويشترط أن يكون تاريخ الاستحقاق تاريخا واحدا وإلا كانت باطلة. وقد حدد المشرع المصري صور مختلفة يمكن أن يكون عليها تاريخ الاستحقاق، فقد نص المشرع في المادة 421 بأنه يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء بهذه الطرق، إن يذكر إيه؟ لدى الاطلاع، أو إنه يذكر بعد مدة معينة من الاطلاع، أو يذكر أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها، أو إنه هو يحدد تاريخ معين، تاريخ زي يعني 10/10/2020 بهذا الشكل. كما أن مكان الوفاء من الشروط الشكلية الهامة التي يجب ذكرها أيضا في الكمبيالة، وإذا تخلت الكمبيالة من مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الوفاء، وموطن المسحوب عليه في نفس الوقت. ثالث شرط الذي يجب أن يكون متوافر في الكمبيالة من الشروط من البيانات التي يجب أن تكون مدرجة بصورة واضحة مانعة للبس، المبلغ، وهو يعتبر المبلغ هنا موضوع الكمبيالة، هو أساس الكمبيالة أو أساس تلك الورقة المالية. فقد اشترط المشرع على ضرورة اشتمال الكمبيالة على أمر بوفاء مبلغ نقدي محدد ومعين، وضرورة أن يكون هذا المبلغ محدد بصورة غير قابلة للجهالة أو أنها تكون غير معلومة، ولا يشترط هنا أن يكون هذا المبلغ تافه أو مبلغ كبير، ويجوز كتابته بأي طريقة، طريقة حسابية، طريقة باللغة العربية، طريقة باللغة الإنجليزية، ما كانت إذا كانت لغة الكمبيالة لغة إنجليزية أو لغة أجنبية.
يبقى هنا نجد ضرورة أن تتضمن الكمبيالة مبلغا واحدا وفي ميعاد محدد. ويشترط ذكر نوع العملة، إذا المفترض السداد بالعملة الوطنية، أو إذا استخدم الساحب عملة أجنبية يبقى هنا يجب أن تكون هذه العملة الأجنبية دي لها سعر صرف محلي معلن في البنوك ومعمول به في القوانين المالية الوطنية، ويسمح بالتعامل به ويسمح بصرفه ويسمح بأنه هو يتم تداوله في السوق المصرفية. بعد ما خلصنا المبلغ هنتكلم في شرط الإذن أو الأمر. يجب أن تحرر الكمبيالة لإذن المستفيد أو لأمره، وعليه فإذا كانت الكمبيالة اسمية، يعني هيبقى يعني معنى إيه كلمة اسمية؟ إنها يذكر فيها اسم المستفيد، فلا يمنع من تداولها عن طريق التظهير، ويحق للمستفيد أن يقوم بوضع اسم المستفيد الجديد على ظهر الكمبيالة، ويمكن بعد ذلك تداولها. دي العملية اللي أنا بسميها عملية التظهير، إن هذا المستفيد من هذه الكمبيالة بيقوم علشان يقوم بعملية تداولها في السوق المصرفية أو تداولها للغير، إن هو يظهرها لمستفيد آخر. المستفيد الآخر ده يعني بيكتب اسمه في ظهر هذه الكمبيالة. هذا المستفيد الثاني بياخد الكمبيالة، بيعتبر هو حائز لها، وبيقوم بصرف هذا المبلغ المثبوت في الكمبيالة في وقت الاستحقاق. أما إذا وضع فيها الساحب صراحة عبارة، الساحب بقى إذا وضع فيها عبارة أنها ليست للأمر فلا يجوز تداولها. يعني إيه ليست للأمر؟ إن هو بيقيد المستفيد هنا إن هو يقوم بتظهيرها إلى شخص آخر. يعني بلغي كلمة لأمره، إن أنا ما بقولش، بقول إن في الكمبيالة دي مش لأمر المستفيد، ولكن لشخص المستفيد. لشخص المستفيد هو الذي يقوم ب يتقدم للمسحوب عليه لصرف قيمة هذه الكمبيالة، وليس لأمره. يعني لا يجوز له أن يفوض غيره أو إن هو يقوم بتظهير لمستفيد آخر ليقوم بإيه؟ بالصرف. أما النوع الثالث من البيانات التي يشترط أن توضع في الكمبيالة كورقة تجارية هي كالآتي: كتابة كلمة كمبيالة في متن الصك قلنا، وذلك حتى يعلم الموقع على الكمبيالة نوع الورقة التي يحملها، وتكون كتابة كلمة كمبيالة بنفس اللغة المكتوب بها الكمبيالة. تاني حاجة: القابلية للتداول، ويقصد بها كما أوضحنا صلاحية الكمبيالة لأن يتم التعامل بها بالطرق التجارية، أي أن تكون أداة ائتمان ووفاء. تعدد النسخ، الأصل أن تصدر الكمبيالة من نسخة واحدة، أصل لازم يبقى لها الكمبيالة دي عبارة عن نسخة واحدة، لكن المادة 459 من قانون التجارة أجازت أن يكون الكمبيالة من نسخ متعددة، بس اشترط أن كل النسخ دي تكون متطابقة بعضها البعض. ويجوز في تلك الحالة أن تصدر النسخ من الساحب ذاته دون غيره، إلا أنه في هذه الحالة نجد أن هناك آثارا مترتبة على تعدد تلك النسخ. يعني هنا الساحب يجوز له أن يقوم ويحرر عددا من النسخ لكمبيالة واحدة كلها أصول بس بنفس القيمة ونفس المسحوب عليه ونفس المستفيد. طب ايه الاثار اللي انا هتترتب على تلك النسخ؟ واحد: ان الوفاء بمقتضى احدى تلك النسخ يبرئ الذمه من الدين. يعني ان انا قد قدمت نسخه واحده من تلك الكمبيالات الى المسحوب عليه، والمبلغ تم سداده وحصل عليه المستفيد، يبقى انا هنا خلاص يعتبر ان تم ابراء ذمه الساحب، ويعتبر هنا تم الوفاء بالدين. اثنين: اذا ارسل احد الموقعين على الكمبياله أو الحامل لها إحدى نسخ الكمبيالة للمسحوب عليه لقبولها، التزم هذا الشخص أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي قدمت له الكمبيالة اللي هو المسحوب عليه للقبول، أي أن أصبحت الكمبيالة في حيازته. يعني أنا الوقت المستفيد معاه كذا عدد من النسخ، نسخ الكمبيالة، قدم واحدة
يبقى بيكتب على الكمبياله ان تم تقديمها الى المسحوب عليه وتم قبولها وتم ايه سداد قيمه الوفاء. يعتبر بالسداد هنا على هذه النسخه، يعتبر كل النسخ غيرها ملغيه. 4 اخيرا حاله تعدد صور الكمبياله. نص المشرع في المادة رقم 462 من قانون التجارة على أن الحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها، ويجب أن نفرق هنا بين النسخ والصور. النسخ طبعا زي ما قلنا هي كتابة أكثر من كمبيالة، نسخ متعددة كلها أصول. أما الصور فهي تحرير أو طبع أو تصوير أصل الكمبيالة لمرة واحدة أو أكثر. يبقى هنا أنا عندي إيه؟ يبقى أنا عندي أصل واحد اللي هو الكمبيالة وعندي صور. النسخ بتتماثل فيما بينها كل الكمبيالات وتحل كل منها محل الأخرى لأنها كلها أصول، ده في عملية النسخ. أما الصور النسخ أما الصور فهي غير متماثلة، هنا يبقى عندنا هنا في عملية الصور عندي أصل واحد وعندي صور متعددة. ويجوز أن يحرر صورا من الكمبيالة الذي يجوز له أن يحرر صورا من الكمبيالة هو الحامل لها دون غيره. يبقى إذن عندي لازم نفرق بين عملية النسخ وبين عملية الصور. النسخ أكثر من كمبيالة يعني كلهم أصول كذا نسخة، أما الصور عندي أصل وباقي صور. في عملية النسخ إن أنا أقدم كمبيالة واحدة بتعتبر هي الذي قامت بوفاء الدين وبتلغى كل النسخ الأخرى المتعددة. بالنسبة للصور، الصور قلنا الصور غير متماثلة إذ يوجد أصل واحد وصور متعددة. ماشي، مين اللي يحق لها أن يقوم بتحرير الصور؟ هو الحامل لها دون غيره. طبعا هنا إن أنا لو قدمت صورة منها لازم يكون أقدم معها الأصل، علشان هنا الأصل في السداد أو الوفاء هو تقديم الأصل. تقديم الأصل. إلى هنا يعني هننتهي من محاضرتنا اليوم والتي تناولنا فيها الكمبيالة كإحدى الأوراق التجارية الهامة التي وضع لها المشرع تنظيما جديدا في قانون التجارة الجديد. أشكركم لحسن استماعكم وبالتوفيق إن شاء الله.